أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، ثم أما بعد. الزوجة والزوج، تلك الروح الواحدة والنفس الواحدة والنبض الواحد، تلك الروح التي تضللها المودة والمحبة والسكينة. إذا جاء رمضان وفاح أريجه، ماذا عساهما أن يفعلا ليسقيا روح المحبة من أنهاره؟ ماذا عساهما أن يفعلا ليملأ قلوبهما بالرحمة من رحماته وأنواره؟ لذلك تعالوا بي وإياكم لنحلق في سماء الأزواج في رمضان، لنملأ هذه البيوت سعادة ونضيء مصابيح السعادة في كل بيت بمداد رمضان وأسراره. في كثير من الأحيان وفي كثير من البيوت يتحول يوم رمضان وجو رمضان، ذلك الجو الإيماني الهادئ، جو الفرح، يتحول إلى نكد وشجار وخصام، بالرغم من أن رمضان هي فرصة مميزة للحصول على حياة أسرية سعيدة وهانئة. فكيف نستثمر رمضان لزيادة السعادة الأسرية الزوجية؟ استثمار الطاعة من الوسائل الجميلة التي تضفي على البيت حبا وسعادة ودفئة، أن يشترك الزوجان وأن يقومان بأعمال مشتركة. ويمكن أن نوظف ذلك في رمضان من خلال الطاعة، فما أجمل أن يشترك الزوجان معا في طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان، كأن يقرأ القرآن معا، أو يقوم الليل معا، أو أن يخصص وقتا من يومهما فيدعو الله سبحانه وتعالى، فيدعو الزوج على مائدة الإفطار مثلا فتؤمن الزوجة، أو تدعو الزوجة فيؤمن الزوج. هذه كلها وسائل يمكن أن يشترك فيها الزوجان، فتعزز بينهما المحبة والمودة والسعادة. لذلك إذا كانت هذه الأعمال المشتركة تؤدي إلى السعادة والمودة بين الزوجين، فما بالك إذا كانت طاعة، وما بالك إذا كانت هذه المحبة الناتجة هي وليدة الطاعة، فبالتالي ستكون هي محبة باقية مباركة، لأن أصلها طيب، لأن أصلها عظيم، ومدادها وثمارها طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. من أسس السعادة الزوجية التي تضفي على البيت سعادة وهناء في رمضان، هي استثمار معاني رمضان في زيادة السعادة الزوجية. فمثلا رمضان شهر الرحمة، فلا بد أن تظهر هذه الرحمة في البيوت، ولا بد أن تكون هي لغة التعامل بين الزوجين. فما أجمل الزوجة عندما تعامل زوجها بالرحمة، فتصبر عليه وتراعي أحواله وظروفه. ورحم الله زوجا، ولا بد للزوج أن يعامل زوجته بالرحمة والمودة. فمن الرحمة أن يصبر عليها، من الرحمة أن يعاونها في شؤون بيتهما، من الرحمة أن يعين الزوج زوجته على عبادة الله عز وجل، فمن حقها أن تعبد الله مثلك أيها الزوج، فلا يضيرك شيء إن هيأت لها البيت والظروف لكي تأخذ حقها في عبادة الله عز وجل. فرحم الله زوجا رحيما، إذا رأى في زوجته ضعفا كان لها سدا وسندا وعونا. رحم الله زوجا رحيما، إذا رأى جهد زوجته وتعبها أثنى عليها وقدر جهدها وتعبها. رحم الله زوجا إذا رأى في زوجته ضعفا عليها صبر، وإذا رأى منها حزنا واسى وجبر. فما أجمل رمضان، وما أجمل الرحمة عندما تغشى القلوب فتضيء سماء البيوت سعادة وسكينة. ومن معاني رمضان التي تعد أساسا من أسس السعادة الزوجية، العفو والتسامح. من معالم رمضان أنه شهر التسامح والعفو والمغفرة، فما أجملنا أن نطبق هذه المعاني في حياتنا.
إن الحياة الزوجية الناجحة هي التي تقوم على أسس ثابتة، ومن أهمها العفو والتسامح. فمن منا لا يخطئ؟ فمن منا لا يخطئ؟ لذلك إذا غاب العفو والتسامح عن الأسرة، معناه استمرار التوتر، معناه ازدياد الخلافات، معناه ازدياد الاضطراب في الأسرة. لذلك إن التسامح والعفو خلقان كريمان تحتاجهما النفس البشرية. لذلك يأتي رمضان ليدربنا وليؤسس فينا هذا الأساس، أساس العفو والتسامح. فما أجملنا أن نتعلم هذا من رمضان، وأن تكون لغة التسامح والعفو هي بين الزوجين. فالزوج الذي لا يغفر لزوجته هفواتها الصغيرة، لا يمكن أن يتمتع بفضائلها الكبيرة. ومن أسس السعادة الزوجية في رمضان أنه يعلمنا أسلوب التفاهم وحل الخلاف، وهذا نتعلمه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليكل إني صائم إني صائم. لا يصخب، من أسس تمام الصيام لا يصخب. فإذا كانت هذه لغة التعامل مع الغير فمن باب أولى بين الزوجين. إني صائم، إذا كانت هذه لغة التعامل مع الغير فمن باب أولى بين الأحباب، بين الأزواج. إني صائم هي لغة سامية، هي لغة سامية توفر على البيوت كثيرا من الخلافات وتحد كثيرا من المشاكل. هي أسلوب راق للتفاهم والتعامل بين الزوجين. فزينوا بيوتكم بالمودة والرحمة. أخيرا أيها الأزواج الأحباب، دونكم رمضان، فاجعلوا منه محطة تسقون بها شجرة الحب والسعادة في بيوتكم. فمعاني رمضان إن نزلت على القلوب اهتزت وربت وأنبتت سعادة ومحبة وسكينة. فاجعلوا بيوتكم جنة ومملكة، بعضها السماء وبعضها القلب. جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. تقبل الله منا ومنكم الطاعة.